عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بيان، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. قبل ما نبداو لا غوسيت تاع اليوم، حبيت نتشكر لي زابوني اللي راهم يبعثوا لي في البريفي ويقولوا لي رانا سيينا تال غوسيت اي تال غوسيت ونجحت لي. حبيت نقول لهم يعطيكم الصحه وبصحتكم، وهدايا شرف ليا فريمون، سي تان بليزير. الوغ توجور مع لي غوسيت، اليوم جبت لكم لا غوسيت تاع لو برالان اموند. لو برالان هدايا نستعملوه في بزاف دي غوسيت، نستعملوه في بزاف وصفات، نستعملوه في لاباتيسري رويال، نستعملوه في لي ديسير، كوم نستعملوه في لي كلاص. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نحضروه كيف كيف، وان شاء الله مع الايام الجايه مع الايام القادمه راني رايحه نستعمله لكم في شحال من وصفه. بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع هاد لو برالان اموند، يعني براليني بدوق اللوز. عندي هنايا كاس تاع اللوز محمص ما يعادل 150 غرام، عندي هنايا كاس شويه فوق النص تاع السكر كما راكم تشوفوا ما يعادل ابوبري واحد 80 غرام هكذاك، وهنايا عندي 50 غرام تاع الماء. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش ميزان تقدروا تكيلوا 5 مغارف كبار تاع ماكله تاع الماء. وبيان سور عندي هنايا كاسرونه ثقيله، لو برالان توجور نخدموه في حاجه ثقيله باسكو فيه كراميل باش لو كراميل ديالنا ما يتحرقش. لا بريباراسيون ديالنا، ندير هنايا هذيك 80 غرام تاع السكر، ونزيد عليها هذيك 50 غرام تاع الماء، ونحطوه على نار قليله يطيب، لازم تكون النار ديالو قليله، ونحركوه غير شويه بإن سباتول كما راكم تشوفوا. النار ديالو ما لازمش تكون قويه باش الكراميل ديالنا ما يتحرقش ولو برالان ديالنا ما يجيناش فيه باردون لو غو تاع الحريق. فوالا حتى يبدا يغلي كما راكم تشوفوا معايا، هذاك الماء والسكر راهو بدا يغلي وهذاك السكر بدا يذوب. فهاد ليتاب هادية نزيدو عليه هذاك اللوز اللي قلت لكم محمص، ونحركوه بيان بلا سباتول قيس ما يطيب معاه هذاك الماء والسكر شويه. فوالا توجور نار قليله كما قلت لكم باش ما يتحرقش، ونخلوه يطيب. بالنسبه للوز تقدروا تعوضوه بالكاكاو يولي عندكم ان برالان غو كاكاوات، كوم تقدروا ديروه بلي نوازيت برالان غو نوازيت، كوم تقدروا ديروه تانيك بالجوز. فوالا يجيب هاد المكسرات، نستعملوه بزاف في لاباتيسري، نستعملوه في لي بوش، نستعملوه اوسي في لي كلاص كيما قلت لكم. ان شاء الله الايام اللي راهي جايه نستعملوه معكم في بزاف لي غوسيت. توجور كيما راكم تشوفوا راهو يطيب هذاك اللوز مع الكراميل، نحركوه من داك من داك بلا سباتول باش ما يلصقناش في لو فون تاع لا كاسرول. على بها قلت لكم لازم تكون اون كاسرول ثقيله. هاد لو برالان هدايا بنيمبورت كيل غو، سوا كاكاوات ولا اموند ولا نوازات ولا لو غو لي كان، متواجد في الاسواق نلقاوه يتباع، ولكن نلقاوه بحجم صغير، لا كونتيتي تاعو صغيره، ولو بري ديالو شويه باهض، شويه السعر ديالو شويه غالي. فوالا دونك سي بيان نخدموه في الدار، نشرو كميات قليله ونخدموه، نشمو هذيك الريحه ديالو ونسيو، ونكونو ساتيسفي بلا غوسيت ديالنا. فوالا ويشد معانا وقت طويل كما راكم تشوفوا. سي بيان سيو الوصفات ديالنا في الدار، ميم الا ما نتحتناش لا بروميير فوا اون غوسيت ما نفشلوش، نعاودوها اون دوزيام فوا اون ثوازيام فوا حتى نجيبو لا غوسيت هذيك. فوالا وتنجح معانا كما راكم تشوفوا. اللوز ديالي راهو بدا يعقد مع هذاك السكر والماء، ما حبيتش نقطع لكم المراحل باش تشوفوا بيان كيفاش طاب. توجور جبدوا لي كوتي باسكو هذاك السكر يبدا يلصق في لي كوتي تاع لا كاسرول. كيما راكم تشوفوا هاد اللوز ديالي ولا كامل بيض. فوالا كي توصلوا لهاد المرحله هذه ما تقولوش لو برالان ديالنا فسد ولا، بالعكس فوالا شوفوا كيفاش ولا لصق فيه كامل هذاك السكر. توجور اقعدوا تحركوا فيه دوك وحده وحده يعاود يذوب ويولي لنا باردون كراميل. فوالا كيولي لكم في هذه المرحله كملوا هكذا بلا سباتول حتى يعاود يتطلق وحده. فوالا شوفوا الشكل ديالو كيفاش ولا، ولا كامل بلون. دوك وحده وحده يعاود يذوب هذاك السكر ويتشكل معنا كراميل. فوالا حبيت نوريكم هاد المرحله هاديه باش كي تكونوا تبريباريو فيه وتلحقوا لهاد ليتاب ما تحيروش. فوالا
راهو بدا يذوب السكر غير بالعقل، راهو يبان لي في لو فون تاع لا كاسرول ونتحصلوا على كاراميل. شوفوا كيفاش بدا يذوب معنا هذاك السكر ولا كولور ديالو بدات تتبدل. فوالا كما قلت لكم وحده وحده يعاود يذوب. شوفوا كما راكم تشوفوا معايا توجور قلبوه بلا سباتول. ريحته راهي دايره حاله ما شاء الله، ريحه اللوز محمص مع الكراميل تقدروا تيماجينيو هذاك لو بونغو. فوالا شوفوا كيفاش طلق روحو السكر وبدا يذوب. شوفوا هذاك السكر بعد ما داب كامل وتحصلنا على كراميل. شوفوا غير لا كولور تفهموا، شوفوا لا كولور ديالو كيما اللون تاع الكراميل. فوالا يحماق شويه. هنايا لو برالان ديالنا راهو واجد وندوزو لا دوزيام ايتاب. بعد ما طاب هذاك اللوز ديالنا مع الكراميل هنايا جبت بابي كويسون ونفرشوه كامل على هذاك لو بابي كويسون. نفرغوه كامل بهذا الشكل هدايا، لازم نغولو شويه قبل ما ينشف وييبس. فوالا حطوه كامل ونبداو نزربعو كامل هذوك الحبيبات تاع اللوز هكذا باش ينشف معنا وييبس. بالك وتوشيوه بيدكم لا بصبعكم باسكو بزاف سخون ويحرق. فوالا نخلوه ييبس كامل. هنايا انا استعملت بابي كويسون، كاينه تدبيره واحده اخرى اللي خافتي يلصقلها ولا ما ينجحلهاش نقدروا ندهنوا لو بابي كويسون ديالنا غير بشويه زيت. بصح انايا على بالي بلي ماش راح يلصق. وتقدروا تستعملوا ثاني الاخوات اللي عندهم لو تابي تاع السيليكون لو سيبات، تقدر كيف كيف تقدر تستعمل فيه وتخدم فيه وتتحصل على نتيجه مليحه. اليوم انا ما حبيتش نستعمله، حبيت نخدم غير بالبابي كويسون باش نسهل على الاخوات اللي ما عندهمش لو تابي تاع السيليكون. كما راكم تشوفوا نخلوه يبس كامل ونعاود نولي معاكم. كما راكم تشوفوا هنايا لو برالان ديالي شد كامل روحو، هذاك اللوز نشف بيان مع الكراميل وبرد. نبداو هنايا نديكوليو فيه كما قلت لكم يتنحى فاسيلمون. كما راكم تشوفوا شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه كما النوغا كما لا نوغاتين. فوالا نبداو نكسروه، نبداو نقسموه دي مورسو بهذا الشكل هنايا. هاد الشكل هذا تقدروا تخلوه كديكور اون ديكوراسيون، ديروها في لي غلاس ولا في لي زونترومي ولا. فوالا كما راكم تشوفوا نقسموه كامل بهذا الشكل يتكسر معانا فاسيلمون. فوالا ونحطوه في الروبو. الروبو ديالنا لازم يكون قاطع، لا لا تكون قاطعه بيان. فوالا نستفوه كامل ونرحوه ونبداو نرحيو هاد اللوز هاد البرانيلي ديالنا. بسم الله نحاول نرحوه غير بلا بروميير فيتاس بس ما يتفتت معانا. ابخي نزيدو له في الوقت يوصل حتى لخمس دقائق هكذاك وحنايا نرحيو فيه حتى يتعسل معانا ويولي كوم اون بوماد. شوفوا هنايا شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. كاين بزاف اللي يخلوه في هذه المرحله هذه ويديكوريو به كوم دي كونكاسي كما راكم تشوفوا. انايا راني حابه نرجعو باردون كوم اون كريم. تقدروا هنايا تضيفوا له مغرفه تاع الزيت باش يولي معاكم شغل اون كريم ولا شغل اون بوماد. انا ماشي راح ندير هذه المرحله، نصبر عليه غير بالعقل بالعقل ونعطيه وقته بيان كي نميكسيه باش نتحصل على القوام اللي راني نحوس عليه. براليني اموند براليني بيدوق اللوز بعد ما وجد خرج ما شاء الله، ريحته بزاف هايله ميم لو غو ديالو بزاف بنين. نشوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش جا، خرج هايل كما راكم تشوفوا معايا. شوفوا القوام ديالو بدون اي اضافات، مازلنا له الماء مازلنا له الزيت ميكسيتو بيان برك. استغرق لي 7 دقائق وانا نميكسي فيه، خرج ما شاء الله هايل.
نتمنى ان شاء الله تجربوه، وكما قلت لكم نستعملوه في بزاف وصفات ان شاء الله. في الفيديو الجايه نستعملوه في لا غوسيت اللي رانا رايحين نديروها كيف كيف. الو هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تخلو لي جيم ان كومونتير ان بارطاج وفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.